عن استمرار أزمة جثث ضحايا حرب الموصل رغم مرور 3 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني انتشال 93 جثة متفسخة من تحت الأنقاض في الموصل على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية منذ 3 سنوات، كيف يمكن تفسير ذلك أستاذ علي؟ الصوت لا يصلنا، ربما يكون هناك خلل، الصوت لا يصلنا، ربما سنعاود الاتصال بالأستاذ علي القيسي بعد إصلاح هذا الخلل. سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. إذن عود إلى برلين، من هناك الأستاذ علي القيسي عبر سكايب. أستاذ علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت يصلنا واضحا. أستاذ علي، انتشال 93 جثة متفسخة من تحت الأنقاض في الموصل رغم مرور أكثر من 3 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، ما تفسيركم لذلك؟ التفسير أن هناك جريمة ارتكبت في الموصل، ارتكبت بأوامر حكومية حين أعلن العبادي رسميا دعا أهالي الموصل على البقاء في بيوتهم. وهذه الدعوة اللي أطلقها العبادي في وقتها وعن طريق يعني وسائل الإعلام وعن طريق القوات اللي كانت موجودة هناك هي التي تسببت بهذه الكارثة أولا، ولذلك هم لا يريدون يستخرجون الجثث لأنه هذه بها قضية إدانة. هناك عملية جريمة إبادة، يعني عملية إبادة واضحة المعالم أجبرت أهالي الموصل على البقاء في بيوتهم وأعطاهم تطمينات، وبالتالي تم إبادتهم سواء في الطائرات أو الإعدام خارج نطاق القانون. أستاذ علي، تعتقد عدم إخراج الجثث من تحت الأنقاض كل هذه السنوات متعمد؟ تعتقد ذلك؟ بالتأكيد متعمد، لأنه هذه الحكومات المتعاقبة يعني تعتبر أهالي هذه المحافظات كلهم يعني في خانة يستحقون الإعدام أو يراد إعدامهم. هناك آلاف الجثث موجودة، بل عشرات الآلاف الجثث موجودة، وهناك أكثر من 50 إلى 60 ألف مختفين ومعتقلين ومغيبين قسرا. الحكومات العراقية المتعاقبة منذ بداية 2003 حتى اليوم لم تكن جزء من الحل، دائما كانت جزء من المشكلة. وعلينا أن نتابع تصريحات رئيس ما يسمى برئيس الوزراء الحالي، ملفات حقوق الإنسان والمغيبين قسرا والمفقودين، حتى الآن لم يتحدث بجملة واحدة عن هذه الملفات التي تتطلب الكلام والوقوف والتحرك فيها. طيب أستاذ علي، انتشار الدمار في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية، ونحن تحدثنا رغم مرور أكثر من 3 سنوات على انتهائها، إذن أين تذهب الأموال، أموال الدول الداعمة لإعادة إعمار مدينة الموصل؟ سيدي الكريم، أولا لا يسمح للمنظمات المدنية المستقلة للعمل في العراق. كل منظمة مستقلة الآن، منظمة إنسانية، منظمة إغاثية،
غير مرتبطة بالحكومة لا يسمح لها العمل في العراق. كل الأموال التي تقدمها الدول من خصوصا من الاتحاد الأوروبي تقدم عن طريق منظمات وجهات حكومية. نعم. وكل هذه الأموال مصيرها السرقة والنهب في جيوب الفاسدين. ونحن تحدثنا مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وأعضاء برلمان ومنظمات إنسانية ونبهناهم لهذه الحالة. أستاذ علي، هناك من يرى أن هناك يعني خطة ممنهجة لتغيير ديموغرافي في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية، هل رصدت جمعيتكم هذه التغييرات؟ نعم سيدي الكريم، هناك عمليات شراء وهناك عمليات تلاعب بدوائر الأحوال المدنية وهناك عمليات ابتزاز وإجبار. اليوم الشخص الذي لديه القدرة على إعادة بناء بيته أو تشغيل معمله في اليوم الثاني يتهم بأنه متعاون أو كان منتمي لداعش ويعتقل، ويتم بعد ذلك ابتزازه أو إجبار على التنازل. هناك عمليات استيلاء على الدوائر الحكومية والحدائق العامة والمساحات الخضراء وتسجيلها بأسماء ناس لا يمتون لهذه المحافظات بصلة من أجل التغيير الديموغرافي. عبر سكايب من برلين، علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، شكرا جزيلا لكم.